فضيلة الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، كيف تردون على تصريحات بن غفير التي طالب من خلالها بمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه خلال شهر رمضان المبارك؟ نقول لبن غفير ولغيره، لا يملك أحد أن يمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، فليس من اختصاصه ولا يحق له ولا لغيره أن يمنع المسلمين من التوجه إلى الأقصى. الأقصى من حق المسلمين وحدهم، وأن حرية العبادة تكفل له في أن يذهب إلى الأقصى. ونرفض ما يدعيه بن غفير في تصريحاته غير المسؤولة وتصريحاته الباطلة وغير المسؤولة. هذا دليل على فسادهم وإفسادهم، والله سبحانه وتعالى قادر عليهم، متمسكون بحقنا الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ليس من هيئة الأمم ولا من مجلس الأمن، من رب العالمين، من سبع سماوات.